النظام العراقي الحالي على سبيل المثال هو أيضا يلتزم النهج المحاصصة الطائفية، كذلك النظام القبرصي قبل الغزو التركي لشمال قبرص وتقسيم قبرص كان أيضا نظام محاصصة بين الأتراك واليونانيين في قبرص، وكان نظاما جيدا لا بأس به ولا سيما في دولة. ولكن نشعر من الحراك اللبناني دكتور يعني المشكلة هو تعطيل مؤسسات الدولة ومشكلة أساسية، يعني نتحدث عن مشاكل اقتصادية هي ناتجة عن غياب الدولة، مشكلة الفساد غايبة عن غياب الدولة، مشكلة أن هناك أحزاب داخل الحكومة لا تحترم قرارات الحكومة، هي تتعهد بالناء عن النفس وتسير في سياسة معينة. طيب ولكن سأعود لهذا النقطة دكتور مير. نعم دعني أنتقل لدكتور عماد. أعتقد بأن المشكلة الحقيقية في لبنان هي ليست طبعا الطائفية، هي مشكلة كبيرة ولكن لن تحل بجرد قلم، لن تحل بمجموعة من المظاهرات، هذا تحتاج إلى عمل دؤوب وتحول مجتمعي وليس فقط من خلال الشراعات الشعارات وبعض القرارات الثورية، ولكن أعتقد بأنه المشكلة الأساسية فيما يتعلق اليوم بالوضع في لبنان هي مشكلة وجود، دعنا نتحدث بصراحة، وجود تيار يستقوى بالخارج. صحيح أن هناك دور السعودية وهناك دور لكل، لكن هذا بشكل مبالغ فيه. هناك اليوم حزب في لبنان هو لديه صواريخ مضادة للطيران وهو الذي يملي على دولة سياستها، ولديه طيب منظومة استخباراتية بمعزل عن الدولة. أعتقد أن المشكلة الحقيقية في لبنان تكمن في هذا الحزب المدعوم من الخارج الذي هو الحاكم بأمر الله في لبنان. طيب. هو ليس جزء من الحل، هو جزء من المشكلة بل هو ربما كل المشكلة. دكتور